السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى الخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بريوات بالكاوكاو اللي عليهم طلبات بزاف. اليوم غادي هذا عندي 1 كيلو، خديت النص قليته شويه في الزيت، وخديت النص هذا خليته عادي. هذا كنشريه انا واجد هكذا، حيت حنايا قليل فاش عندنا داك الكاوكاو اللي عندنا اللي كيتباع بيض، اللي بحال اللي في الناس من المغرب. صافي، بغيتو كان عندكم بيض غادي ديروا له شويه الزيت وتدخلوه الفران. انا دخلته شي شويه صهدته هذا في الفران، وهذا تقليته في شويه ديال الزيت بارده، وهو دا راسو جاب هي شي شويه وصافي وخليته. عندي بالنسبه للسكر عندي نص كيلو ديال سنيده، وعندي نسلي كراميل، وغادي نحتاجو المسكه كذلك، وغادي نحتاجو القرفه. دابا غادي ندوز اول حاجه اللي غادي ندوزو، وكذلك غادي نحتاج زبيده، غادي نقدم انا نحطها حتى هي. هي دي الزبده، انا غليتها مزيان وزولت لها داك الحليب ديالها داك اللي كيكون، تتبخرات ليا مزيان وعاد غادي نخدمها. اول حاجه غادي نقبض، غادي نطحن هاد العناصر هادي بالطحانه. غادي نهرمشها، هذا غادي نهرمشو رقيق شويه، وهذا غادي نطحنو مزيان. دابا يوم مخطاني الشمس، ها الشمس الغياب، غادي نطحن دابا هادشي قدامكم. صافي، بغيتو هكذا، هانتوما كيف كتشوفو. غادي نكمل حتى هذا، صافي. بالنسبه للثاني ها هو هذا واجد، بالنسبه للثاني غادي نقبطو، غادي نطحنو مع السكر سنيده او السكر كلاصي. هنا غادي نعبر السكر سنيده نص كيلو،
غادي نبقى كنطحن فيه حتى يرجع لي لين. غادي نقبض هاد الطبسيل هذا، غادي نضيف فيه هذا الكاوكاو، وغادي نضيف فيه كذلك هذا. غادي ندير له بنفس الطريقه حتى غادي نطحنو كامل كيف شفتو. هذاك اللي دام اللي فيه راه هو اللي تيرجعو هكذاك. صافي هنايا من بعد ما طحنت كلشي غادي ندير مسكه الحوره. وغادي ندير القرفه، الناس اللي ما كيبغوش القرفه ريحتها زوينه كتعطي ريحه القرفه. واحد المعلقه ديال نيسلي كراميل ما بغيتش يتعلي. صافي هنا غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ليا، غادي نجمع هذا الخليط. وشويه ديال الزهر. الزهر ما نكثروش فيه باش ما يقصح ليناش الحقدة. صافي دابا غادي نبدا كنخلط، وديك الزبدة غادي نديرها قدامي باش غادي نشوف القياس اللي غادي ندخلو فيها. ندير دابا معلقة كبيرة ديال الزبدة، وغادي نبدا كنخلط. الريحه البنات ما نعاود لكمش كيفاش طالعه، طالعه غزاله. غادي نزيد الزبدة، الزبدة راني حمرتها شوية. دابا أنا هذا غادي نمحكو مزيان حتى تخرج لي ليدام ديالو. Thank you.
صافي ها هو هذا شتوه كيفاش. هنا غادي نقطها، غادي ندير بحال هاد الشكل الكويرات اللي غادي نديرهم انا جهد 8 غرام هكذا باش يجوني بريوات صغيرين، اولا 9 غرام عفوا سمحوا لي قلت لكم 9 غرام 8 غرام حيت كاينين اللي كيتخلط الوصفات. المهم هذه دابا كره فيها 14 غرام، هذه صغيره كاينه ما صغر منها اللي كيقولوا هكذا ديك الفيسين مزمقين ديال اللوز اللي كتبقاي تهزي غير عضيضه وحده وكتاكليها، هادوك راه تيكونوا صغيورين. دابا هادي هكذا هادي هزات شويه هي 14 غرام هادي 14 انا غادي نبقى هكذا غادا على هذا السيستم هذا وغادي نكورو شي شويه بحال هكذا ونبسطو غادي نديرو في بلاطو باش يجيني ساهل في الخدمه يكون قياس واحد باش كيجيوكم بريوات كلهم متقاده وحده. صافي غادي نغطي هذه هكذا باش ما يضروليش الهواء يتنشف لي هكذا ونبقى كنجرب. صافي بهذا الشكل هكا انا غادي نلويهم كاملين ديك الساعات نرجع لكم. صافي هنايا كملتهم حجم واحد يعني 14 غرام. دابا غادي نجيبو باش نصوبو الورقه كيفاش غادي نديرو نلويوها، غادي نديروها مثلثة على حسب اللي بغيتو اما مثلثين اما قنينطات. صافي هنايا عندي ورق الفيلو هذه هي اللي كتشوفوها قدامكم غادي نحلها غادي ناخذ القياس اللي بغيت انا دائما كيف العاده غادي نردها لبلاصتها نقادها مزيان حيت هي شي شويه صعيبه في الخدمه ديالي كي كنقول لكم دائما غادي نحاول انني نقطعها بالموس حسن لان المقص تيشنتفها هانتوما هكا ما كيشنتفهاش. هذه غادي نهزها باش نحاول عليها غليظة هنايا في الطبيعة صافي هذه هي الورقة ديالنا اللي غنحتاجو. صافي غادي نقبض غادي نحل هاد الورقة هكذا باش كتجيكم الخدمة مزيان. ودغيا سريعة دائما هادو اللي غادي يشيطونا نديروهم هنا. صافي دابا هنا بعد ما قديتهم نكحت الكاميرا النور هنا غادي نجيب الكويرات غادي نحط هنا وحده وهنا وحده وحده هكا صافي هكذا. هنا غادي نبدا اول حاجه غادي نقبط واحد شويه ديال الزبده والزيت
الزبده والزيت، غادي ندهن هادشي. شفتو الخطر ديالها؟ صافي غادي نقبض هذه اللي درنا، وغادي نحاول انني نضغط عليها ونحاول نخرج لها الجنيبات ديالها. هادو معليل واخا تشق لكم في الاولى، لاننا غادي نلويها باش ترجع لنا مثلات، وحنا ما تنجبدوش يدينا. بالنسبه للناس المغرب راه عندهم ساهله هذيك الورقه، انتم شفتوا كيفاش كتجي. نديرو هنايا، هنا غادي نحطوها فاش نبغيو نقليوها، غادي نحطوها على البلاصه اللي كي قلت لكم هنا. غادي نحاولوا اننا نثبتوها هكا ونبركوا عليها باش نقبطوا لها الفورمه ديال المثلث. انتما شفتوا هكا باش يكونوا عندنا الجنيبات معين. نحاولوا اننا نعمروا مزيان، غادي نبقى غدا بهذا السيستم هذا حتى غادي نكملهم. وحاولوا انكم ما تخليوهاش يضربها الهواء باش ما تهرس ليكمش هكذا، باش القنيتات كيتلفوا لنا. هانتوما شفتوا القنيتات كيخصهم يجيو هذا البوينتي هذا ملصق مزيان. هيا دابا غادي نكملهم كاملين ان شاء الله، وغادي نرجع لكم. انا هادو غادي نديرهم في الفران، يعني ما غاديش نقليهم. درت لكم شحال هادي بريوات اللي تيكونوا دائما مقليين، هاد المره نغيرو شي شويه. ضروري هادو كيتحطوا في طبيصل مغطوه في بلاستيك باش ما يتشرقاو ليناش. غادي نزيد نقرب لكم نوريكم كيفاش كندير. غادي نقبض هكا وغادي ندير ونضغط ونقبض الفورمه ديالي بحال مثلث، وغادي نديها لهاد الحرف. هنايا وليت رجعت لكم، هاني شفتوني كيفاش كنلوي هادشي. هما راه كيبانو كبار ولكن هما راه صغيورين. غادي نوريكم وحده قريبه. غادي نقرب لكم باش تشوفوا بالضبط. غادي نقبطو هادي وغادي نضغطو عليها شويه، ونمشيو الحريفات هادو كنقبطوهم دائما، وكنوليو نمشيو لهاد البلايصه
وكنوليو نمشيو هكا وحنايا غاديين وحنا كنقبطو فهاد القنيتات الحريفات باش ما تخرجناش الحشوه، سواء كانوا في الفران او لا كيتقلاو داك الحشوه كتبقى تتحرق لنا ديال الزيت هانتوما. وفي الاخر كنجيبو هاد البونشي، اما تخليو هذا هكذا اما غادي تقطعوه بحال هكا كنحصلوا على هاد البريوه هكذا. غادي نديروها هنا نزيدكم واحده اخرى، انا راني علي نكملهم هكذا. ديرها بحال الورقه البيضاء هذه يعني اللي ما حضاش معاها ها انتم. انا قدمت هذا الفيديو هذا بالنسبه للاخوات اللي طلبوا لي بزاف البريوات ديال كاوكاو وما لقيت لهمش جهد باش نقدنا عندي نديرهم لهم. الغرب الغرب الله، ولكن ان شاء الله مره اخرى نعوضها لهم. ما كاينش الوقت يعني الطلبيات عندي بزاف، داكشي علاش انا حاولت انني نقدمهم. اللي قدرت تعرف ديرهم غادي ديرهم هكا بحال هذه الطريقه، وهاني عطيتها الافكار ديالي والاسرار ديالي شنو كندير. صافي هكذا كيف كتشوفوهم، هذا راه واحد جوج كيلو. دابا انا غادي نكملهم ان شاء الله حتى يكملهم. ضروري تغطاو باش ما يتشقوا لكمش، تنأكد عليها دائما. صافي هنايا كملتهم كاملين هكا كيجيو على هذا الشكل. ها هما دو. دابا غادي نستفهم، بعد ما كملتهم غادي نستفهم في طبسيل ديال الفران، وغادي ندخل ميطابو على درجه الحراره 170 اولا 160 حتى غادي يتحمروا لي من الفوق ومن التحت، وانتم غادي تشوفوني كي غادي ندير نستفهم. صافي حتى يتحمروا لينا ونحطهم ديك الساعات في العسل ان شاء الله. صافي هنايا بديت كنرصيهم، كنرصيهم على هذا الشكل، وحده الفوق وحده لتحت وحده الفوق وحده لتحت، وحنا غاديين بنفس الريتم حتى كنحطوهم كاملين ونحطوهم على البلاصه السده. هكذا على هذا الشكل هكا، والفران يكون مسخن على درجه الحراره 180 ونزلوا لهم الحراره ويتابعوا على خاطركم. غادي يديروا لي جوج طباسل، صافي هكذا نحاول انني نتفانى. صافي هنايا خرجتهم من الفران هانتوما شفتوهم كيفاش جايين. نزلكم وحيده كتجي رائعه. المهم دابا وما سخان يكون العسل بارد، غادي نجيب واحد الجبانه. هاد الجبانه هادي غادي نقطعهم وغادي نديرهم فيها.
نحاولوا اننا قدوهم باش يتعسلوا. الفيديو راه فيه الخدمه بزاف وفيه البريوات، راه ما ساهلين تيجيوكم بساط كتقولوا اه سهله اه زوينه، ولكن راه فيهم الخدمه وخصك تكوني معاهم فنانه. انا غادي ندخل دابا الطبسيل ثاني، دابا ما غاديش نحمرهم بزاف من التحت، لان الفران يلا فاش كيسخن ليا اول مره كيدير لي ديما داك الحموريه، غندير لهم غير شويه من التحت ومن بعد نشعل عليهم من الفوق. غادي ننزلها الثانيه، من كل ما ننزلهم صافي. هما البلاطو هذا غادي ندخلو في الفران، هو دابا هنايا غادي نقبض غادي نخليهم يشربوا، تيشربوا لكم مزيان وتهزوا. هانتوما شفتو الشكل ديالهم النهائي، كنتمنى انهم يعجبوكم ونتمنى انكم عطيتكم نصائح ديال البريوات بورق الفيلو الصعيب، ماشي الورقه ديال البسطيله، اما وكانت البسطيله راه غنلعب بها العيب، ولكن المهم كنتمنى انها يعجبكم وكنضربكم موعد ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.